مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى في هذه التغطيه اللي هنتكلم فيها عن امانه المصريين اللي مهما الدنيا كانت صعبه لازم تظهر معادنهم وعمرهم ما بيقبلوا الحرام. الحقيقه ان كل يوم بنشوف مثال مشرف بيؤكد دايما على امانه المصريين في الداخل وفي الخارج، وده اللي شفناه مؤخرا من سيده من ابناء دمياط والتي ضربت مثالا للشرف والامانه بعد ان اعادت مبلغ 2 مليون جنيه الى جهه عملها فوجئت بها عندما ذهبت لماكينه الصرف الالي عشان تسحب مرتبها. يعني تخيل انك تكون بتدخل الفيزا في مكنه الصرف الالي ولقيت مرتبك وزياده عليه 2 مليون جنيه. يعني تخيل ايه اللي ممكن ان انت تعمله او تمر بيه، يعني حقيقي كان موقف لا تحسد عليه هذه السيده. عايزه اقول لحضراتكم مين هي السيده ياسمين عبد المحسن. هي تعمل ممرضه من ابناء محافظه دمياط والتي فوجئت اثناء قيامها بالصرف مرتبها الخاص من ماكينه الصرف الالي بوجود مبلغ وقدره 1,950,000 جنيه بخلاف مبلغ راتبها في حسابها الشخصي، فقامت بابلاغ المسؤولين بالاداره الصحيه والحسابات وتوجهت بصحبه محاميها لعمل محضر بمباحث الاموال العامه. وبالطبع عشان نعرف تفاصيل اكتر عن هذه الواقعه هيكون معنا هاتفيا الاستاذ احمد عيد عبد الكريم محامي الممرضه الامينه ياسمين عبد المحسن. برحب بحضرتك معانا استاذ احمد على تلفزيون اليوم السابع. اهلا وسهلا بحضرتك. البدايه عايز اسال حضرتك يعني لو تكلمنا عن تفاصيل هذه الواقعه. الواقعه فندم الأستاذة ياسمين طبعا ممرضة بالوحدة الصحية في دمياط هنا في قرية اسمها قرية البدراوي. والأستاذة ياسمين طبعا من عيلة معروفة وعيلة طبعا يشهد لها الجميع طبعا بالأمانة والاحترام والأخلاق عندنا هنا طبعا. فطبعا وهي بتصرف توجهت إن هي بتصرف الراتب بتاعها، ففوجئت وهي سحبت مبلغ فبتستعلم على بقية تشوف بقية الراتب موجود عشان تبدأ تسحب منه. فسحبت وعملت استعلام تاني عشان تبدا تسحب تاني، ففوجئت انها لقت مبلغ مكتوب على الشاشه لدرجه الاستاذه ياسمين لما جات لي وبتكلمني بتقول لي انا ما كنتش عارفه اقرا يا استاذ احمد. فقلت ممكن تكون المكنه او الاله فيها مشكله او في حاجه، فسحبت تاني لقيتها برضو طلعت فلوس. فطبعا الاستاذه ياسمين لما حصل كده طبعت كشف حساب وقامت طبعا توجهت للمسؤولين. اليوم والله حصل 1 2 3 4، المسؤولين قالوا لها طيب احنا هنراجع الحسابات ونشوف الوضع في ايه ونشوف البنك والامور. فطبعا لما الو انا سامع حضرتك اتفضل. رجعت المسؤولين قالوا لها هنراجع هنشوف الحسابات هنشوف البنك هنشوف المشكله جايه منين. فطبعا الاستاذه ياسمين كاي موظفه طبعا هي قلقانه في ايه انا في ايه ده جالي منين، فقامت طبعا برضه حابه تتاكد من الامر او تشوف الامر زي مثلا مشكله مثلا في المكنه تاني او كده، فبرضه سحبت مبلغ تاني. فضل تتابع مش قليل يعني غير متوقع. المشكله يا فندم طبعا احنا بنتكلم في الامر ده طبعا المبلغ نزل مرتين، يعني نزل في شهر واحد ونزل في شهر اثنين. ما جيت طبعا عند راتب شهر اثنين نزل. طبعا في الاثناء دي رجعت برضه البنك قالوا لها دي مشكله اعداد دي رواتب نازله ودي مبلغ نزل لك احنا مالناش علاقه راجع الحسابات عندك. رجعت المسؤولين برضه اكدوا طبعا احنا هنراجع وهنشوف. طبعا نزل الراتب برضه لنفس المبلغ تاني، فطبعا هي برضه سحبت انا مسؤوله في ايه يا جماعه مش قامت سحبه برضه مبلغ تاني من المبلغ اللي موجود حوالي 4000 جنيه برضه من راتبها. بس المره دي بقى راحت توجهت قالت لا انا انتوا لازم تشوفوا لي المشكله دي جايه منين. نقطة مهمة جدا يا أستاذ أحمد إن هي لما جت راحت قالوا لها إن هي تراجع الحساب عندها وتشوف المبلغ جه منين، ولكن مع ذلك هي أصرت إن هي تروح وتشوف مصدر المبلغ فين. أصرت يا فندم لأن هي نفسها في حالة ذهول، أنا المبلغ ده جاي لي أنا في حاجة غريبة. فطبعا لما هي راحت بلغت المسؤولين فطبعا يعني فطبعا أخوها تواصل معايا قلت له لا إحنا محتاجين كده إن هي ننتقل إجراء قانوني عشان الاستاذه ياسمين لازم نسلم الامر ده للدوله تاني. لما للدوله قال لي يا باشا هي ما عندناش اي اعتراض، قلت له لا يبقى عشان ما يبقاش تيجي اي مسؤوليه عليها قدام احنا نعمل اجراء قانوني. وفعلا اتقابلنا ورحنا توجهنا لمباحث الاموال العامه، اشرف بير راعي طبعا قابلنا طبعا ليه كيان في الموضوع طبعا كبير، وطبعا رئيس مباحث كفر سعد رامي بيه العراقي برضه يعني تعاملوا مع الامر بحكمه. طبعا ترنا لهم الامر، جبنا كشف الحساب
طبعا هم في مبالغ كانت اتسحبت، طبعا هم عارفين المبالغ، قلت لها طبعا شرحنا الامر، المبالغ دي اتسحبت النهارده من وهله الموقف. طب انا كل لما اعمل الاقي في فلوس بتيجي، انا كل لما اسحب الاقي في فلوس بتنزل. طبعا تم اتخاذ اللازم، عملنا المحضر، كفأنا في كشف الحساب، وضحنا الموضوع كله في المحضر، وطبعا المحضر تم ايقاده برقم وتم تحويله للنيابه العامه بكفر ساعه. طبعا كان في تحقيق امبارح برضو، تم تفصيل، تم سرد الموضوع بالكامل بالنيابه. بس قبل ما نروح النيابه تم ايداع مبلغ 43,000 جنيه اللي هم تم سحبهم بطريقه المفاجاه، ان انا كنت بشوف المكنه دي طب في ايه بالظبط، في مشكله. تمام، في مشكله. فطبعا المبالغ دي كانت موجوده، وطرح رجعنا الشيء لاصله، رجعناهم، تم ايداعهم في الماكينه، في حتى في اوتوماتيك جديد، لان ما كانش فيه هنا ماكينه ايداع للبنك الاهلي. تمام، واودعناهم حتى طبعا الماكينه ما تاخدش الجهاز كله، فقسمناهم لحد ما جبنا ايصالات بايداع المبالغ 43,000 جنيه اللي هو اكتماله المبلغ اللي كان منزل في حسابها، بالاضافه طبعا هي خدت الراتب بتاعها. تمام، وتوجهنا للنيابه العامه وثبتنا ذلك في المحضر، وادانا لهم المستندات بايداع 43,000 جنيه، وخدوا واستلموا الفيزا واستلموا ومضت على اقرار. كانت قالت لهم بصوا اللي النيابه واي امر انا اللي انتوا عاوزينه انا هعمله، انا هعمله في سبيل كل الحق يرجع لاصحابه. مضت على اقرارات ان النهارده بقى بالكشف على جميع حساباتها، طبعا هي ملهاش حسابات بنكيه، طبعا هو المبلغ مش 2 مليون بالظبط، هو 2 مليون الا. كانت بص يعني اللي كان بتطلب منها طلب كانت بتقول حاضر، انا عاوزه، انا ما اقبلش حاجه على اولادي، انا عاوزه الحق يرجع لاصحابه. علي استاذ احمد تم تكريمها من المسؤولين بالاداره الصحيه اللي هي شغاله فيها؟ والله يا فندم حاليا بصراحه يعني انا برضه كويس ان حضرتك يعني المداخله الجميله بتاعت حضرتك دي، عشان انا برضه اوضح حاجه، ان الاستاذه ياسمين للاسف ما حدش لحد دلوقتي شكرها او اثنى عليها من الجهات المسؤوله. تمام، وطبعا الجهات المسؤوله يعني انا في اعتقادي انا شفت ان ممكن الاداره اللي موجوده فيها هي عمرهم ما هيشكروا فيها، بل بالعكس طلع كلام، طلع كلام لا ده في مسحوب فلوس و 600,000 و 500,000. تمام، فانا طبعا بناشد يعني المسؤولين من خلال حضرتك ان الامر كله امام النيابه العامه، وان الست الشريفه الامينه جميع الفلوس ما اتسحبش منها اي حاجه غير المبلغ اللي اتسحب بمحض مفاجاه الرقم اللي شافته. تمام، وتم ايداعه بالكامل امبارح. تمام، وطبعا من خلال حضرتك يعني طبعا وكلام حضرتك ان احنا النهارده محتاجين ان احنا نكرم الامينه الشريفه الاستاذه ياسمين. بكل تاكيد، واحنا بنوجه لها كل التحيه، هي فعلا مثال مشرف للمصريين، وده مش غريب يا استاذ احمد على الشعب المصري يعني. لان برضه حضرتك شوفي رغم اللي هي عملته، بس للاسف يعني طبعا الكلام اللي بيوصل ده بيتعب النفسيه. بالتاكيد. تمام؟ بيأثر عليها، ليه النهارده؟ انت النهارده هي عملت شيء مشرف لبلدنا الجميله. تمام، وهي مثال مشرف لكده، ليه ما نقدرهاش؟ ليه بقى نقول بقى لا ده اتاخد فلوس، لا ده اتعملت فلوس؟ لا، الحقيقه واضحه وكل حاجه واضحه وبالورق والمستندات. صحيح، وهو يعني مع ان استاذه ياسمين بغنى عن كل هذه الشكوك، لكن بكل تاكيد سيتم تقديرها، لانه هذا العمل النجيب اللي هي يعني معروف طبعا عن الشعب المصري يستحق ان احنا نوجه لها الشكر والتحيه وكل التقدير. استاذ احمد عيد عبد الكريم، محامي الممرضه الامينه ياسمين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التوجيه يا فندم وعلى كل المعلومات اللي حضرتك ضفتها لينا. شكرا يا فندم، شكرا جدا يا فندم، شكرا. مشاهدينا الكرام، مستمرون في تغطية إخبارية على مدار الساعة على شاشة التلفزيون اليوم السابع. أشكر لحضراتكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء.